صباح الخير لك المشاهدين، حلقة جديدة من صباحنا غير. إن شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه أخبار جيدة أكيد، وأكيد دائما نترحم على الشهداء والشفاء العاجل لجرحانا. مواضيع عديدة ومتنوعة رح تكون ضمن محطاتنا الصباحية، ولكن بالبداية خلينا نروح لفاصل. رح نروح لأولى محطاتنا، ومثل ما بنعرف بكل الظروف الصعبة اللي مرينا فيها كان دائما في دور للشباب، واضح من خلال التطوع والمبادرات اللي حملت مسميات وعناوين مختلفة، وكان هدفها الدعم الإنساني المادي والمعنوي والمسؤولية المجتمعية للشباب وتعزيزها بالظروف الصعبة. هي ثقافة استطاع من خلالها الشباب أن يترجم دوره وانتمائه للوطن من خلال رسائل ومبادرات كثيرة، طبعا بمراحل مختلفة، عن أهمية التعزيز المسؤولية المجتمعية ودور الشباب بالمراحل الصعبة اللي عم بيمر فيها المجتمع وغيره. راح نحكي مع ضيفنا بالاستوديو دكتور منير عباس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش اليوم بدور الثقافة المجتمعية. كلياتنا بنعرف بهذا الوقت اللي عم بنمر فيه عصب الحياة هن الشباب، هن يمكن اللي عم بيتلقوا الصدمات بأي شيء عم بيصير، وهن اللي عم بيكونوا مثل ما بيقولوا بالوش لأي شيء عم بيصير. خلينا نقول كيف ممكن نعزز الثقافة المجتمعية عند الشباب؟ هلأ مثل ما حضرتك بتعرفي احنا عشنا أزمة وحرب كونية علينا أكثر من 13 سنة، وكان دائما الشباب هن عبارة عن برهة الأمل والطاقة الإيجابية، فدائما احنا صار غير أنه تاريخنا بالمسؤولية المجتمعية هو تاريخ عمره مئات السنين، أيضا تبلور بثقافة صارت هي مداخل لسوق العمل، وأصبح العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية توجه شبابنا، وصار في شيء ينقال انه هذا واجبي تجاه مجتمعي. يعني احنا تجربنا بعدة ازمات، وكان اخرها اللي كتير تبلور فيه في جهود كانت منظمة جدا كارثة الزلزال بستة شباط 2023، وكانت هلأ الحرب اللي عم بتصير اللي هي غير عادلة نهائيا ودور الشباب فيها. فانا كنا من الاول نحن نعطي نداء للشباب انه في مسؤولية مجتمعية. هلأ بتلاقي الشباب كلياتهم منظمين بمبادرات طوعية، هن عم بيقولوا لك شو دورنا هلأ؟ صاروا نسمع بالأزمة بنشوف لحنا فورا النظرة الإيجابية تبعتها، طب لحنا كيف فينا نساعد؟ بتطلعي بتلاقي عن جد هن طلاب وعندهم ما يشغلهم من الوقت، وبنفس الوقت هن عندهم حس مجتمعي نما عندهم وأزهر. يعني هلأ لحنا صار بشكل منظم أكثر، صار في قلبه مهارات. يعني لحنا الحمد لله هلأ عدة منظمات طلبت مننا مثلا انه نبعث متطوعين، ما انتظروا انه احنا ننظم كمؤسسة ادارة موارد بشرية ننظم احنا مبادراتنا، اوام احنا استجبنا لكل الزملاء من المنظمات الاهلية لاستضافة اخواننا اللي جايين وعندهم الازمة بلبنان، وكان وقتها اول دور لهم على الحدود تقديم ما يمكن تقديمه والمساعدة بهذا الموضوع بشكل كتير كان منظم وراقي جدا، بظل طبعا تدريب كان حلو كتير بشكل كان مرتقي لنوع الأزمة. كانت العمليات كلها منظمة ما في ازدواجية فيها، كانت المبادرات التطوعية يتم تنظيمها من عدة منظمات موجودة منظمين الأدوار بيناتهم على كبر الأزمة. على قد ما بتشوفي احنا بدأنا بامتصاصها كلها بطاقة إيجابية، هالمبادرات اللي هي والمسؤولية المجتمعية عم تعطينا كتير ثقة فيهم انه فعلا كنا بنقول احنا من 10 سنين انه مدخل من مداخل سوق العمل هو العمل التطوعي، هلا احنا عم نشوفه فعلا هو مدخل مداخل سوق العمل. يعني احنا ما في أزمة بتتم وما في مبادرة بشارك فيها متطوعين الا بلاقي عدد من هدول المتطوعين صاروا موظفين بهالمنظمات، فاحنا صار غير انك انت الواحد عم بيقوم بعمل انساني مجتمعي، كمان عم بيأدي لدخولك لسوق العمل، وعم بيضل هالحس الاجتماعي هذا عند الشاب او الصبيه اللي توظفت من وراء مسؤوليه مجتمعيه عم ينمو اكثر وعم ينزرع داخل منظماتنا، فما عاد في شيء اسمه منظمات ربحيه ما عندها دور مجتمعي، هالشيء هذا عم نلمسه كل يوم وكل تجربه، وان شاء الله هيك الله يبعدنا عن الازمات، بس عم نشوف دائما من الجانب الايجابي للازمه لحنا. اكيد، طيب نحن خلال هذا الوقت اللي عم نمر فيه كمان عم نشوف كثير مطارح بحاجه لتقديم المساعده كان للشباب أو بشكل عام للمجتمع، كيف عم بيكون توجه الحالي لحتى نعرف كمان نقوم الدور اللي عم يشتغلوا عليه، كيف ممكن يقدموا مساعدات، لأنه كمان تنظيم العمل أحيانا أهم من العمل بحد ذاته. صدقيني حكيت 100% صحيح. لحنا هلأ من وقت ما بلشت آخر شيء
الأزمة بالحرب هون، أول نظمنا أدوارنا مع المنظمات الأهلية، ما عاد في داعي أنا أبرز كمؤسستي حتى أبرز دورها. أنا ممكن أقدم متطوعين، مؤسسة تانية ممكن تقدم مساعدات، مؤسسة ثالثة ممكن تقدم المواصلات والمكانات، ما عاد في داعي إنه أنا أقول مؤسسة إدارة موارد بشري حتقدم الخدمة من الألف للياء. لا، أنا ممكن يكون دوري كتير جزئي ومنظم، أنا بقدم الكادر البشري المنظم اللي ساعد بالزلزال واللي ساعد بالأزمة السورية، غيري بيقدم المواصلات، غيري بيقدم دور المجتمعي الإعلان، غيري بيقدم مراكز الاستضافة، يعني كل واحد صار فينا أدوارنا لحنا المنظمات تبلورت أكثر، لحنا صرنا نعرف عم نستفيد من كل تجربة وعم نبني عليها لتجارب أخرى. غير هيك دور المجتمعي ما عم ينتهي بدون الأزمات، يعني دائما مستمر، يعني عندك مثلا كتير شغلة كانت حلوة اللي هي تنظيم مثلا عملية إدماج الاحتياجات الخاصة بالمرسوم اللي طلع رقم 19 بشهر 7، كان كتير مهم هذا الموضوع، وهذا عطى أدوار وعطى فجوات كتير بدها ردم بالعمل المجتمعي. وين نحن من مبادرات ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وين نحن مثلا من عدة أمور هي بتنال الحياة المدنية حتى بدون أزمات؟ فدائما نحن عم يتبلور عنا هالشي، والشي اللي بيميز المجتمع الأهلي إنه مرن جدا وغير هيك محدد بأهداف. يعني أنا مثلا إذا كان دوري تنموي بأخذ الشق التنموي واللي فيه عمليات تنموية، غيري دور إغاثي بياخذ الدور الإغاثي، أنا ما بتعدى عليه أنا، لأنه الشق المساعدات أو العمل المجتمعي له عدة أوجه. هذا الشيء عم تختص فيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعم بتحدد أدوارها أكثر وأكثر، فما عم بيصير فيه ازدواجية. هذا الشيء عم نلمسه لحنا من خلال موارد كتير قليلة أحيانا، بس عم تعطي صدى كتير كبير. ليه؟ لأنه كانت منظمة. طيب حاليا بهذا الوقت اللي نحن عم نمر فيه بنشوف السوشيال ميديا عم تلعب دور جزء منه كتير سلبي لتوجيه الشباب نحو ثقافة السلبية، ما إلي علاقة، ما دخلني، شو رح استفيد إذا عملت أو ما إلى ذلك، غير نشر قيم مختلفة شوية عنا وعن حياتنا. اليوم كيف ممكن نحمي الشباب من هاي الهجمة إذا فينا نقول اللي موجودة على السوشيال ميديا، وبنفس الوقت يكون في توجيه لهم ولدورهم بشكل صحيح بالمجتمع؟ كنا بنحكي هيك تحت الهوى شوي انه قد ايه صارت السوشيال ميديا هي مثلا مصدر طاقه ايجابيه بنفس الوقت مصدر طاقه سلبيه. عمليه المتابعه والتحليل والناس اللي فاتت على الخط وصار كله منظرين وكله عم يسمعنا رايه بالموضوع. انا برايي الواحد ما يتابع هالموضوع السلبي نهائيا، واحسن ما تلعن الظلام ولا شمعه، يعني دائما احنا بنقول هذا الشيء. فبلا ما تقعد انت تكتئب وتقعد وراء الشاشات وتسمع الاخبار المحبطه، انزل على الشارع وشوف في عندك دور. المواقع السيئة اللي عم بتتابعها الحق المواقع الجيدة، في مواقع دائما فيها طاقة إيجابية، يعني احنا بتصير الأزمة بنروح فورا على الدور الإيجابي تبعها، شو بدنا نقدم؟ غيرنا بصير أزمة، يعني هي نهاية الحياة هي كلها. فبدك تشوفي انت ليش لروح انا وراء المصادر فيها طاقة سلبية واخذ وامتص وغير المود تبعي؟ ليه ما اروح وراء وين في مبادرات وسعي؟ بس صدقيني استاذة سلمى في كتير مواقع عم تجذب الشباب بطريقة كتير جيدة وعم تنزل كلها على المبادرات المسؤولية المجتمعية. وصدقيني مثل ما قلت لحضرتك عدة سنوات لورا كنا النادي، هلأ عنا كوادر عم بتقول لحنا شو دورنا، يعني وعم قلك هن عندهم ما يكفيهم من الشغل، وفي منهم عندهم مبادراتهم أونلاين وبيشتغلوا لصالح شركات افتراضية، وبنفس الوقت نزلوا وقدموا بارت تايم هلأ. والشي اللي عم نعطيهم يا مرن هلأ جدا مو ضروري يكون متطوع فول تايم، أعطيني جدولك لحتى لاقي لك سبوت بالعمل المبادرة. يعني في عندي ناس هلأ ما عم تنزل غير ساعتين بالأسبوع، وعندي ناس 6 أيام بالأسبوع 6 ساعات يوميا. فلحنا بحاجة للكل، يعني قد ما فيك تقدم قليل من وقتك ومن جهدك بالسوشيال ميديا. في عنا ناس كتير عم تنشر شو الصورة الإيجابية للأزمة، اللي احنا قديش مثلا ساهمنا بحل الأزمات، انت كمان بتقدر تساهم معنا، انضم معنا. فلحنا أحيانا بنحاكي الشباب بعقول شباب مثلهم، هن بتوجهوا لهم بالسوشيال ميديا وهن بيقولوا لهم كيف، وعم ننقل تجارب حقيقية على الأرض. شو عم نعمل؟ يعني ما عاد اكتفينا انه احنا نكتب كتابة، هي صورة واحد من زملائك قدم دور إيجابي لبلده بنص الأزمة، كن إيجابي مثله. وهذا الشيء عم بيصير بالعدوى الإيجابية، يعني الناس كتير اشتاقت تشوف تجارب عملية، ما بدنا نحن نبعث لهم بوستات ونحكي لهم هذا بيصير وهذا ما بيصير. صح. لا، هي الصورة وهذا ريل كتير صغير مدته 90 ثانية حطيت لك يا لشي صار اليوم بساعة الفلانية. فهذا الشيء كتير عم بيزرع طاقة إيجابية. ونحن دائما دور الإعلام لا يخفى، بتعرفي حضرتك إنه مهما حكينا
بينها مو مثل صورة أو مثل فيديو ممكن يتمرق وممكن ينحكى. وعم بتساعدنا كتير منظمات أهلية صار عملها بالميديا منظم جدا، تعرف تماما كيف تنشر وأيمت تنشر بالطريقة الإيجابية. يعني أنا بقول لهم كفانا أحباط، الشيء اللي بيكون مصدر إزعاج لألك وكآبة بعيد عنه، وخليك عم تلتهي انت شو دورك المجتمعي، شو هي الطاقة الإيجابية من وين بدك تجيبها. ونوع المسؤولية المجتمعية الحمد لله بتعطيك طاقة إيجابية انك عملتي شيء بمجتمعك، حتى بنص الأزمة عندك بتحسي شعور بالرضا عن النفس والثقة بالنفس. طيب خلينا نسأل هيك سؤال شوي، اليوم لسه في للأهل دور مع الشباب؟ دايما بنقول يعني دور الأسرة إلى حد كبير كمان صار شوي فيه عليه تساؤلات بالنسبة للأطفال وللمراهقين، مع أنه هو الدور الأساسي والأول يعني، ولكن هلأ بالنسبة للشباب وخصوصا الشباب الكبير اللي دخل جامعة أو عم يشتغل، لسه ما زال في دور بتقدر تقدمه الأسرة؟ الدور اللي بتقدمه أسرة بدنا نكون حقيقيين واقعيين، مرة بيكون سلبي خوفا على أولادهم أن يروحوا بمبادرات معينة إذا كانت مناطق شوي تكون مناطق ساخنة، ودور إيجابي جدا أحيانا بتلاقي الأهل بعتوا حتى بعتوا حصص غذائية، حتى بعتوا شيء معين أنه نحن هدول بدنا نقدمهم مع أولادنا، فبتطلعي تلاقي كتير أوبوزيت بينات يعني كتير، فبنلاقي نحن أنه هدول أهل وهدول أهل، وهذا الشاب بعمر نفس الشاب والصبية بعمر الصبية، ليش هون وليش هون؟ توجهنا لحنا من سنة ونص لمبادرات توعية الأهل، فصرنا نجيبهم حتى بالأيام العادية لأهمية المسؤولية المجتمعية، وهالشي عم يعطي ثماره الحمد لله. بتعرفي أنت ما فيك تمنعي الأهل من الخوف على أولادهم، يعني بيقول لك إنه أوكي أنا بساعد وكل شيء بس ما بدي أعطيك القوة البشرية اللي هي ابني أو بنتي تروح معك. بنفس الوقت بتلاقي أهالي هي أولادي معكم وخليهم هن يروحوا، وهذا لحنا كيف فينا نساهم كأهل. فأحيانا أنا كتير بتلاقي الأب والأم عم يوصلوا أولادهم لمراكز العمل التطوعي، وأحيانا بتلاقي جاي الشاب وجاي الصبية إنه بدي أقول لأهلي بعد ما أعمل العمل حتى أكون مقنع لألهم أكتر، فبتصير العدوى مع زملائه أكتر إنه أنا بدي أقدم ليش لحتى يكونوا أهلي هن السلبيين المانعيني إني أعمل دوري المجتمعي، فبيرجع لأهله بالنتيجة أكتر ما يفوت معهم بعملية الإقناع قبل المبادرة. فلحنا منلاقي النوعين يعني عشان ما ننكر الوضع نهائيا، بس عم شوف هلأ الحقيقة الدور كبير للناس اللي صارت إيجابية بهالموضوع. كلنا بدنا نساعد وكلنا بدنا نقوم بدور معين، اللي ما عنده القدرة المادية عم بيقدم الجهد البشري المنظم الرائع جدا، واللي عنده قدرة مادية عم بيقدمها. عم تتوزع الأدوار بشكل متبلور أكتر، وزارة الشؤون الاجتماعي والعمل وجهت معنا وقالت يعطتنا التطوع بالعمل هذا، يعني لحنا الخيار من عنا، لحنا نظمنا حالنا. عرفتي كيف؟ يعني بطريقة انه انتو شوفوا ادواركم، ما في ضغط عليكم بأي شيء، نحن بدنا منكم نتائج على الارض، والحمد لله رب العالمين يعني وفينا الدور. وكانت خليني اقول لك فزعة المبادرة الاهلية والمجتمعية صرنا متعودين عليها، ما عدنا استغربنا، شفناها بأحلى اوجهها بأزمة كبيرة مرينا فيها بكارثة الزلزال، وشفناها قبلها بالأزمة السورية كيف نحن والحرب اللي علينا وقديش كنا نحن ناس ايجابيين بالموضوع، وهلا الحمد لله عم نشوفها بآخر الشيء اللي عم نعيش معه. طيب خلينا نحكي كمان عن دوركم اليوم كمؤسسة بتعزيز هي القيم، ومن خلال نشاطات كتير أنتم معروفين عم تقوموا فيها. لكي نحن شو عم نعمل؟ عم نعمل عمل منظم جدا. أول شيء عم نغذي المتطوع بكل المهارات المطلوبة لسوق العمل المجتمعي. عم نشرح له بالأول ما معنى التطوع، كيف ممكن تتطوع، أوجه التطوع، وكيف هي كيف يستطيع الشخص أن يقدم عمل تطوعي وعمل مجتمعي حتى من أي مكان. يعني لحنا بيجي أي واحد بيقول لك أنا عم بدرس أدب إنجليزي كيف بدي أتطوع، بقول له تكرم عينك في عنا ترجمة نصوص، هذا دورك التطوعي على الميديا. بيجي عنا واحد تاني، طب أنا مثلا عم بدرس هذا الاختصاص ما له علاقة بالتطوع. حاسبين الناس كلها في مفهوم خاطئ أنه التطوع بس بمجال واحد، يعمل أنه أنا روح أقدم حصص غذائية يا أما سوشيال ميديا، أبدا مو هيك. فنحن بنيجي بنشرح لهم عملية التطوع، بنعطيهم مهارات المتطوع، وبنسقل شخصيتهم بالمهارات التواصل، لأنه بتعرفي حضرتك أنت دائما الشخص اللي بده مساعدة أو اللي بحاجة شيء معين تقدمي له إياه، طريقة التكلم والتعاطي معه هي اللي بتأثر أكثر من الشيء اللي عم تقدمي له إياه، فهذا كثير بنشتغل عليه مهارات التواصل وكيفية الواحد منهم يسقل شخصيته ما يأذي مشاعر الآخرين بوضع معين، هذا بنشتغل عليه كثير. غير هيك
نعمل لحنا مبادرات تطوعية داخلية قبل ما تصير الأزمة. فلحنا دائما شاغلينهم بعمل تطوعي ومجتمعي، حتى لو ما كان في عنا عمل حقيقي بيتطلب العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية. فهذا البيت الداخلي اللي عم نشتغل عليه بصقل المهارات، مو كل المؤسسات عم نشتغل عليه. الشغلة الحلوة كتير، في كتير بجمعيات ومؤسسات ما عندها هذا النوع من التطوع، بتقلك أنا عندي 40 متطوع جديد بس ما لي عارفان عشو يدربون، ممكن نبعتهم لعندكم على مؤسسة إدارة الموارد البشرية. لحنا مندرب صرنا لجهات أخرى وبنعطيهم شو هو ما المطلوب من المتطوع، ما هي واجبات المتطوع، ونخليهم يوقعوا على كود وعقد تطوعي. هذا الكود براعي العنف المجتمعي، براعي عملية منع سوء السلوك الجنسي داخل العمل، براعي أخلاقيات العمل. فصارت الناس عم بتفوت على سوق العمل من خلال عملها المجتمعي اوريدي عند الاي بي سي تبع سوق العمل. طيب خلينا نحكي كمان على نقطة مهمة. اليوم كتير أوقات بيحكوا عن المجتمع إنه هذا مجتمع شاب وهذا مجتمع شوي يعني الوظائف اللي موجودة فيه هي لساتها لكبار السن. نحن نتميز بأنه نحن مجتمع شاب، وعندنا ميزة أخرى إنه هي يمكن بطبيعة السوريين إنه أغلبهم بيكون عم يدرس وعم يشتغل. يعني بنشوف كتير شباب حقوقيين، مهندسين، أطباء، ما إلى ذلك عم يشتغل شغل تاني ما إله علاقة يمكن بدراسته، ولكن هو عم بيحاول يشتغل. هي الخبرات وقديه مهمة، صح ممكن تكون بعيدة عن مجاله أو عن تخصصه، ولكن أيضا العمل بفترة الدراسة قديه ممكن يفيد الشباب، يعطيهم خبرة أكثر، ممكن علاقات عامة، ممكن يقدروا يشوفوا يتعرفوا على ناس، يشوفوا كمان سوق العمل بشو بحاجة هو. تمام، يعني إحنا في شغلة هيك ما كنا بنفسح عنا نقول إحنا بـ30 31 الشهر في عنا ملتقى فرص عمل كتير كبير عاملينه على مستوى يعني سوريا، وحيكون بفندق شيراتون برعاية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. عنا كبرى الشركات، بدي فاجئك بشغلي، ربع الفرص اللي احنا عارضينها هي فرص تطوع وفرص مسؤولية مجتمعية كمدخل من مداخل سوق العمل. لحنا لقلك هلأ لحنا بتعرفي حكينا بحلقات سابقة انه رايحين على سوق عمل اسمه سوق عمل هجين، يعني لازم يكون في عندك عدة مهارات بعيدة عن اختصاصك الأكاديمي حتى تقدري تلاقي فرصتك ومقعدك بسوق العمل. هذا الشيء الهجين بيخلي طبيب مصمم إعلانات، وبيخلي صحفي هو عبارة عن مثلا مرتب واجهات أو ديزاين واجهات بمحلات، واللي بيخلي مهندس هو قاعد بنفس الوقت عم يعطي HR، واللي بيخلي واحد قاعد دارس HR عم بيقوم بعمل مثلا إعلامي. فإذا هذا الاندماج صار هو عبارة عن الباكيج لدخول سوق العمل. يعني إحنا صرنا صافين أكثر من 12 شيء بدك إياه لتدخلي سوق العمل بغض النظر عن اختصاصك. هلأ كلياتنا لازم نصير نعرف كلنا كيف نظهر على السوشيال ميديا ونقنع، بغض النظر انه مهنتنا سوشيال ميديا ولا لا، لانه انت بدك تديري صفحاتك، انت بدك تعرفي كيفيه ظهورك امام الناس وامام الاشخاص اللي هن خلينا نقول متابعين لإلك. بنفس الوقت هذا التعدد بالمهارات انا بسميهم مهارات وليس تعدي على الاختصاصات. يعني مثلا انت بتشوفي مثلا بايام سابقه ما حدا كان يعرف على المايكروسوفت اوفيس الا الناس اللي بتشتغل باعمال مكتبيه. هلا هو مطلوب منك صفر الدخول لسوق العمل انك تكوني بتعرفي وورد واكسل وباوربوينت. هلا الصفر تبع سوق العمل اللي جاي هو تكوني انت عارفانه كل السوشيال ميديا كيف تديريها كلياتها كامله، لانه هذا الجزء الافتراضي صار جزء من حياتنا العمليه، ما عاد فينا نغفل عنه ونقول بدنا نوظف حدا يشتغل لنا، بدنا نتماشى مع لغه العصر. تمام، وانا بنصحهم انه يقووا حالهم بكل هي المهارات، لانه هي ما فيهم يقولوا انه تعدوا على اختصاص غير اختصاصهم. اكيد، يعني معلومات دائما قيمه ومفيده. شكرا لك دكتور منير، واكيد الشكر لكل طاقم المؤسسه يلي عم يشتغل مع شبابنا بكل المجالات. شكرا لكم، والشكر بيوجهه لهم كمان انه الله يعطيهم العافيه على العمل المجتمعي. بالظروف يلي عم بنمر فيها وبالاوقات الصعبه كثير اوقات بيكون التوازن النفسي والثبات النفسي من اهم الخطوات اللي لازم ناخذها بحياتنا، ولكن هذا الحكي بيضل حكي غير واقعي لحتى نقدر نعرف الادوات والوسائل اللي ممكن نستخدمها بحياتنا لحتى نحصل على هي الحاله. ظروف صعبه اكيد، المحيط ممكن يكون كثير عم بياثر علينا، عم بياثر على حياتنا، الظروف الاقتصاديه وايضا ظروف المعيشيه بشكل عام،
التوترات، الحرب وغيرها كثير من الظروف، ولكن كيف ممكن نوصل وبطريقة علمية؟ كل هالأسئلة والاستفسارات رح نطرحها على ضيفتنا الاختصاصية النفسية سلام القاسم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذة سلام. صباحك يا رب. خلينا نبلش اليوم، كلياتنا عم نمر بظروف صعبة خارجة عن إرادتنا. صحيح 13 سنة حرب، ولكن ما زال عند كثير من الناس إلى الآن خليني أقول عدم تقبل لحالة عدم الاستقرار، عدم يمكن عدم الشعور بالأمن ببعض الأوقات، ترقب حالة ممكن بده يصير شيء أو ما إلى ذلك، عم بتأثر على نفسية الناس بالعموم. كيف ممكن نوصل لحالة من الثبات النفسي خلينا نقول ولو بجزء بسيط؟ هلأ أكيد الخوف يلي بعيشه الإنسان والقلق والتوتر خلال الحروب هو أمر لا يستهان فيه أبداً، حتى ممكن يؤدي إلى اضطرابات نفسية إذا ما تم أنه يتلحق بالبدايات. طبعاً أهم شيء السلاح الأنجح خلال الحروب والأزمات هو الثبات النفسي. الثبات النفسي بيكون أنه الإنسان يحسن يتوازن نفسياً، تكون ردات فعله تجاه الحوادث والأزمات يلي عم بتصير قدامه بشكل هادي. أحياناً الناس يلي ممكن تكون انفعالية كتير، ما عندها قدرة على ضبط انفعالاتها، ما عندها قدرة على التفكير الصحيح بالأزمات، ممكن تدفع ضريبة كتير كبيرة هي والأشخاص يلي بتحبهم. كتير مهم نحن خلال حياتنا لما نكون خلال الأزمات أنه نعتمد على شخصين اثنين إذا تواجدوا عنا ضمن الأسرة. الشخص الأول هو شخص عنده كاريزما معينة، هو شخص عنده سمات قيادية منذ الولادة، هذا الشخص بيكون عنده القدرة على الثبات الانفعالي أنه يحسن ياخذ القرارات الجيدة بالوقت المناسب. والشخص الثاني هو الشخص يلي بيكون مدرب وأخذ مهارات اكتسبها لحتى يحسن يكون يعرف يتعامل خلال الأزمات ويكون قائد بالوقت الصحيح ليحسن يقود الناس يلي موجودين. كتير مهم أنه نحن خلال الأزمات يكون هذا الشخص عنده خارطة الطريق، هي خارطة الطريق هي اللي بتساعده أنه يحسن يتصرف خلال الأزمة. الهدوء هو سلاح كتير مهم وسلاح ضروري خلال الأزمات، لأنه أحياناً القرارات السريعة خلال الحروب أو الأزمة ممكن تودي بأصحابها إلى الهلاك. لما بيكون الإنسان عنده خارطة الطريق بيعرف يتصرف بعقله، طبعاً هي الخارطة بترسم له طريقه للسلامة والأمان له ولعيلته وللناس يلي حواليه. خلال الأزمات نحن كلياتنا ما فينا ننكر أنه أكيد رح يصير عنا الخوف، رح يصير عنا هذا التشويش لما نحن بصير ما عم نعرف شو عم بيصير بالضبط، فهذا الخلبطة ما عم تطلع معي، هي الخربطة يلي بتكون صحيح. عنده بدماغه هي بتأدي لسلوكيات خاطئة. هي السلوكيات الخاطئة ممكن تكون إلى أضرار فيما بعد إذا ما كانت أضرارها بالوقت الحالي. الثبات الانفعالي بيعني أنه نحن نتحكم بفعلنا وردات فعلنا تجاه الأشياء، وهي الأفعال كمان ممكن تنعكس على الأطفال اللي بيكونوا هن الحلقة الأضعف دائما خلال الحروب، بتكون ردات فعلهم غير طبيعية لما بيشوفوا هذا الارتباك والتوتر ضمن الأسرة وخصوصي من الأبوين، فبيكون تصرفات غير صحيحة، فما ممكن أنه يعرفوا يتعاملوا مع الحدث. أكيد أستاذة سلام، هلأ بالوقت اللي نحن عم نمر فيه في كتير صدمات ممكن يتعرض لها الشخص، صدمات نفسية تقسم لحسب بعدك من الحالة اللي صارت في، ممكن تسمع شيء عن شخص قريب منك أو يصير شيء بمكان أنت متواجد فيه أو أنت تكون ضمن الحدث، يعني صدمات مختلفة. خلينا نحكي كيف ممكن يتعاملوا الأشخاص حاليا مع الصدمات حسب بعدهم من هي الصدمة. هلأ الصدمة هي عادة هي رد فعل طبيعي تجاه مثير غير طبيعي. لما بتصير هاي الصدمة عند الإنسان، فأول ما بيصير الحدث بتكون ردة فعله أنه يعني ما حسن يتقبل الشيء اللي عم بيصير، بيصير عنده هذا الارتباك اللي ما في له نتائج إيجابية بينعكس عليه في حال ما عرف يتصرف. فهي الصدمة هي بتجي فورا للإنسان، بس شوي ببلش يتوازن، شوي ببلش يعرف شو بده يساوي، ببلش يعرف يفكر بطريقة صحيحة. لما بتجي الصدمة دائما إذا استمرت طبعا لأكثر من شهر، الإنسان ما عبر عن انفعالاته خلال الشهر، فبيصير عنده كرب مع بعض الصدمة، وهذا طبعا بحاجة إلى علاج عند الأخصائي النفسي والطبيب النفسي. أما بالبدايات لما بيتلقى الصدمة الإنسان طبيعي أنه يعبر عن مشاعره، معلش ابكي، عيط، صرخ، كسر،
لا تخلي أحزانك موجودة جواتك لأنه هذا رح ينعكس عليك. الصدمات دائما بيكون لها آثار كتير سلبية على الناس، خصوصي ناس تفكر أنه أنا إذا وقفت مثلا موقف قوي بوضع لازم أحزن فيه أو أخذ شيء أنه ما رح يصير معي شيء لبعدين، هو العكس، أنه رح نشوف اكتئاب مثلا بعد فترة، رح نشوف أكيد ردات فعل ما أنا متوقعة من هذا الشخص لأنه ما أخذ كفايته بوقت الصدمة مثل ما بيقولوا. أكيد هو لازم الإنسان يواجه مخاوفه، دائما لازم يواجه الخوف والحزن يلي عم بيعاني منه. دائما لما بتصير عنده مشكلة الإنسان ما يقول أنه أنا ما لازم أتصرف تجاه هاي المشكلة أو الصدمة أو الحدث يلي صار، لا، دائما واجه المشكلة اللي أنت عم تعاني منها، اعترف فيه، اعترف أنه نحن بأزمة، أنه نحن في ظرف معين. معلش حتى الأولاد لما بتسألك جاوباً على السؤال الصحيح، يعني بطريقة تناسب المرحلة العمرية يلي هن عم بيعيشوها. دائما الإنسان يبتعد عن الإملاء المشاعر، يعني دائما ما يحاول أنه يخلي حدا يغير له مشاعره أو أنه أنا أسقط مشاعري عليك. ما بصير تبكي، ما بصير تدعي، ما بصير أو ما في شيء، أنت شاب أو تماماً. كذا لازم يكون قوي، ونسمع كتير هي بكل مواقف تماما. أو ممكن أنه مثلا أنا أكون مثلا صار موقف ما عندي هالتأثر الكتير فيه لأنه الحدث هو ما كتير مثلا مقربين لإلي أو شيء، له معلش أنا مريت من زمان بهيك تجربة وعادي، ممكن الأمور بتصير بسيطة، لا تحملها أكثر ما تتحمل. إملاء المشاعر كثير من الأغلاط يلي ممكن يتأثر فيها الشخص. دائما لما بتصير الصدمات نحن بحاجة لداعم، بحاجة لحدا يوقف جنبنا. معلش اطلب المساعدة، لا تتردد. دائما المساعدة ممكن تكون من أشخاص أقرباء منك، ممكن تكون من أصدقاء، ممكن تكون إذا أنت مانك حسنان تعبر عن مشاعرك. يعني الإنسان أحيانا بيكون ما نقادر يحكي يعبر عن الشيء اللي هو فيه، لأنه تلقي الأشخاص للصدمات هي بتختلف بين شخص وآخر. كل إنسان شخصية طبعا مختلفة، كاريزما مختلفة، له ردات فعل مختلفة، ما في اثنين بجوز بيتشابهوا. بس كتير مهم أنه أنت تعبر عن مشاعرك. بإمكانك إذا ما لقيت حدا أنه تحكي وتفرغ الشيء اللي عندك، بإمكانك تمسك ورقة وقلم وتكتب، بإمكانك تبلش تشق ورق، بإمكانك مثلا ترسم. هم عبر عن مشاعرك، لا تخلي أحزانك جواتك. كتير مهم الدعم النفسي، كتير مهم الإسعاف النفسي الأولي خلال الأزمة، يعني هذا كتير مهم. دائما مهم نحن يكون في عنا استجابة، يكون في عنا استعداد دائما، يكون في عنا فرق مدربة، وطبعا هذا موجود عنا نحن هلأ بالأحداث اللي عم بتصير. يعني عم نلاحظ فورا وجود هذا الاستجابة بسرعة وتلبية احتياجات الناس الناجين من الحروب يعني، فعم نلاقيها. إضافة إلى إسعاف الجرحى، وطبعا يعني هذا طبعا شيء جيد أنه نحن نلاقي أشخاص دغري مدربة وجاهزة بالوقت المناسب. كتير مهم خلال الأزمات أنه نحن نخلي عنا هذا التوازن، أنه دائما انفعالاتنا ما تكون بالحدود يلي ممكن هي تأذي الأشخاص يلي حوالينا. دائما حتى إذا شفنا أطفال أو شفنا مراهقين أو يافعين، ما نحاول أنه نحن نسألهم مثلا بنفس اللحظة أنه أنت شو عم تحس، شو عم تشعر، شو عم يصير معك. هذا كتير غلط. وكتير مهم أنه قبل النوم نحن ما نحاول نفتح أي سيرة لأي طفل أو يافع تماما. حتى كمان وسائل الإعلام نحاول نبعد عنا قدر الإمكان لما نشوفك عنه. حاليا عم نشوف، بتعرفي حضرتك، السوشيال ميديا منتشرة بشكل كبير. يمكن بيصير الحدث قبل ما نشوف شو عم بيصير على وسائل الإعلام، بيكون فورا السوشيال ميديا بلش تتنبأ، تكتر الإشاعات والأقاويل. هذا الشيء بيزيد من التوتر النفسي عند الناس ومن حالة الخوف والقلق. كيف ممكن كمان نتعامل بظل هاي الأزمات اللي عم نمر فيها مع تلقي المعلومات، انه كيف حتى اذا بدنا نشوف او نتابع خبر معين، شو المصدر اللي لازم نشوفه؟ هل هو شاشات التلفزيون او الفيسبوك او ما الى ذلك؟ هلا الإشاعة هي عبارة عن خبر غير موثوق، هو خبر غير صحيح، القصد منه زعزعة النفوس. فلما نحن بنعرف هاي الشائعة فلازم نشتغل على مبادئ كتير مهمة. أول شيء بدنا نتأكد نحن من مصدر الشائعة، شو المصدر يلي عم يعطي هذا المعلومة؟ هل هذا المصدر هو يعني موثوق؟ هل هو كلامه صحيح مثلا؟ هل أحيانا ممكن يكون الكلام قيل عن قال،
ودائما الشائعة لما أنت بتبلشي بجملة معينة بتوصل للأخير جريدة، يعني ما بتضل هي نفس كل حدا بيزيد، كل حدا بيزيد شوية بإضافات الخاصة تماما، فبتوصل لآخر الأشخاص مختلفة تماما عن الجملة اللي كانت عند أول شخص. فهي هي الشائعة بكل صراحة يعني وبكل شفافية. كتير مهم لما نتعامل مع الشائعات، لما أنا بسمع شائعة ما حاول أعطي معلومة عكسها، تمام؟ هي من الأخطاء يلي كتير شائعة عند الناس، بيسمعوا شائعة بيقولوا هي ما أنا صحيحة مثلا، بقوم أنا بعطي معلومة عكسها. هي من الأخطاء يلي كتير ممكن الناس يرتكبوها، مشان هيك عدت مرتين. مهم نحن لما بدنا نقول إنه هي شائعة إنه يكون أنا عندي معلومة صحيحة تنافي هي الشائعة، وفي مصدر إلى موثوق لحتى أنشرها. ما بنشر شائعة لمجرد إنه أعمل عكسها، لا تماما، هي فورا بتبين انه في شيء ضد وشيء مع القصه هي اللي صارت، مع الشائعه اللي صارت. لا، بتحقق من معلومات صحيحه وبنشرها. وكثير مهم لما بدي انشر معلومه الشفافيه والمصداقيه، وانه تكوني انت قريبه من الناس دائما لحتى تصدقك الناس، بدك تحكي بمنطقهم، بلهجتهم، بطبيعتهم، بحياتهم. يعني ما اعطي انا شيء انه فوق الاساطيح واعمل ابني ابراج وهميه للعالم انه لا ما في شيء، مو صاير شيء، الامور كلها تمام. فورا انت قضيتي على شائعه، بس انت عطيتي شيء ما انقضت، بالعكس ثبتيها. فمشان هيك نحن لما بدنا نقضي على شائعة بدنا نتأكد من يكون عندنا معلومات موثوقة، مصادر موثوقة، بيانات صح لحتى ننشرها. لما بتنشري أنت هاي البيانات بتكوني هون قضيتي على الشائعة اللي هي خاطئة. خلال الأزمات نحن دائما لازم نحاول نكون إنه كلماتنا يعني محدودة، نحاول هيك نضبط ألفاظنا شوي، ما نبلش نحكي ونعبر عن انفعالاتنا وين من كان ومع مين من كان وبأي مكان. هذا كتير مهم. هلأ حتى السوشيال ميديا هي طبعا كلياتنا نحن نفتح ونشوف كل يوم الصبح، لأنه هذا حدث واقعي في حرب نحن حاليا عم نعيشها، في صدمات عم نتلقاها، في شائعات كتير موجودة على أرض الواقع. فنحن كتير مهم إنه نفتح السوشيال ميديا ونعرف، لأنه هي هلأ أكثر وسيلة تواصل، بس يعني نعرف شو نتابع، بس بدنا نعرف شو نتابع، بدنا نعرف المصدر شو هو. يعني ممكن نحن نلجأ لشاشات التلفزيون، نلجأ للمواقع الرسمية اللي موجودة على السوشيال ميديا، ممكن ناخذ نحن المعلومة ونتأكد منها، لأنه دائما بيكون الهدف الأساسي منها هي مصلحة المواطن ومصلحة الإنسان الموجود بهذا البلد. فلما نحن بنعتمد على مصادر موثوقة، مصادر حقيقية، في شفافية بالمعلومة، شفافية بالجهة، ثقة بالجهة يلي نحن عم تعطينا المعلومة، هون بنحسن نقضي على الشائعة ونكون متوازنين، وبنفس الوقت نحن نحسن نوصل الحقائق للناس لحتى نخليهم كمان يشعروا بالتوازن، ونخفف من هذا التوتر والضغط النفسي اللي عم بيعيشوه الناس بالوقت الحالي. يعني نحن وصلنا لمرحلة انه الناس مثلا منطقة فلانية صار فيها هيك، انا ما عاد احسن اتجه لهي المنطقة، صار بالمنطقة هون كمان خلص صار عندي رعب وخوف. طبيعي يصير الخوف. هلأ نحن ما فينا ننكر أبدا، هي نحن كلياتنا أشخاص وعنا السمات البشرية، ومن السمات البشرية اللي موجودة عنا هي الخوف والقلق والتوتر. هذا الشيء طبيعي، ولكن لا يزيد عن حده بشكل أنه ينعكس علينا ما نعرف نتصرف، وبالتالي ينعكس على الأشخاص اللي موجودين معنا بحياتنا الشخصية. فالتوازن الانفعالي، الهدوء، الثقة بالمعلومة، مصدر المعلومة، الشفافية، كتير مهمين أثناء التعامل مع الأزمات. أكيد. يعني كل اللي حكيناه اليوم فينا نقول فينا نعتبرهم هن إرشادات هيك صغيرة ممكن الناس يسجلها وتمشي عليها شوي شوي لحتى تكون خطوات للوصول للثبات النفسي بالأزمات. أهم نصيحة بتحبي توجهيها اليوم لكل يلي عم بيتابعنا؟ أكيد نحنا عم نحاول نساعد الناس من خلال حضرتك والمعلومات الاختصاصية معك، لأنه كلات عم نمر بظروف صعبة، ما عم ننظر على حدا. أكيد. نحنا عم نحاول نشوف كيف بدنا نتأقلم مع الواقع يلي عم نعيشه. أهم شيء، أهم نصيحة ممكن أقدمها، إنه الهدوء والثبات الانفعالي هو السلاح الأنجح خلال الأزمات. لما بتعتمد انك انسان تكون هادي، تعرف تتصرف بطريقه صحيحه، تبتعد عن الاشاعات، تكون متوازن نفسيا، متوازن جسديا كمان، تعابير جسدك تنتبه لها كثير منيح، لانه الاشخاص اللي حواليك ممكن يتاثروا بتعابير الجسد. حاول انه دائما انت تعبر عن مشاعرك وتبتعد عن املاء المشاعر. وبحب اقول اليوم بمناسبه هذا اليوم، هو اليوم العالمي للصحه النفسيه، بحب أقول إن شاء الله هيك صحة نفسية جيدة للجميع،
وبقول كل عام وانتم بخير وان شاء الله يا رب بمناسبة هذا اليوم تكونوا صحتكم النفسية هي صحة متوازنة وبتمشي بالتوازي مع الصحة الجسدية، والرحمة طبعا للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والأمن والسلامة للبلاد ولكل اللي عم بيعيشوا فيها. آمين يا رب. شكرا لك أستاذة سلام لكل المعلومات اللي بتحاولي دايما أنك تساعدينا ونساعد من خلالك طبعا المشاهدين اللي عم تابعونا. شكرا لك لوجودك. شكرا لك سلمى وشكرا للقناة. رح نروح لمحطتنا الأخيرة ورح نحكي فيها اليوم عن مساحة خاصة للطفولة المعروفة بالنقاء والبياض، ولكن مع الظروف اللي عم نمر فيها أيضا الطفل ممكن يتأثر. كيف أنا ممكن أجعل طفلي خلينا نقول مؤثر بالمجتمع، وطفل فيما بعد هو إنسان وفرد فاعل بمجتمعه وبعيدا عن العوامل المؤثرة السلبية؟ كثير من التفاصيل حاليا مهم جدا نحكي فيها عن عالم الطفولة. كل هالمعلومات رح نحكيها مع ضيفنا المدرب والمتخصص في صحة وحماية الطفل الأستاذ محمود الخالد. صباح الخير أستاذ محمود. صباح الخير أستاذ. صباحكم. يعني اليوم مساحة خاصة جدا لأطفالنا، يمكن الأطفال تعتبر التصنيف العالمي هن من الفئات الأكثر هشاشة. صحيح. ضمن الحروب إن كانت المرأة أو إن كان الطفل، ولكن الطفل بالمقام الأول. صحيح. حاليا كمان عم نشوف أيضا هذا الشيء بتقاطع مع فيني أقول الصفات اللي موجودة بالعموم بالطفل، سواء هو طفل عنيد، طفل اجتماعي، طفل منعزل وما إلى ذلك. اليوم كيف ممكن يتم التعامل مع الأطفال ضمن هاي الظروف؟ صباحكم أول شيء. هلأ اليوم مثل ما تفضلتي حضرتك، اليوم في عنا عدد مو سهل من الأشكال وأنماط شخصية الأطفال. في عنا الطفل الانطوائي، في عنا الطفل العنيد، في عنا الطفل الغاضب، في عنا الطفل الحرك مثل ما يسموها. صحيح. يعني اليوم كل نوع من أنواع أنماط شخصيات الأطفال هي في إلها طريقة تعامل وفي إلها ردود أفعال نحن لازم نتعامل معها. اليوم كذلك الأمر، خلينا نكون واقعين، لازم الأهل يكونوا بيعرفوا تماما شيء اسمه التطور الإدراكي للطفل وشو هي ردود الأفعال الشائعة اللي نحن لازم ما نستغربها. عرفتي علي كيف؟ على سبيل المثال خلينا نقول من عمر صفر لعمر من عمر يوم لعمر 3 سنين، في تطور إدراكي، في ردود أفعال شائعة بيتصرف الطفل. ممكن الطفل بيحب يستكشف، ممكن يشوف أي شغلة يمسكها ما بيعرف شو هي، ممكن يكون سكينة، دبوس، إبرة، ما بيعرف شو هاي بده يستكشفها، ممكن يأذي حاله فيها، يشوف كاسة يمسكها يكسرها لأنه ما بيعرف شو هي. تمام. هلا ممكن تشوفي بعض الاهالي ابني ما عم يتهدى، ما عم لاحقته من مكان لمكان، فممكن يكون في بعض الاهالي بيقول لك انه هذا معه فرط نشاط. لا بالعكس، هي ردود الافعال الشائعه لهذا العمر. فنحن لازم نكون بنعرف شو الصح وشو الغلط لكل طفل من من, من يعني لكل نمط من انماط هاي الاطفال الشخصيه، ولازم نعرف كيف نتعامل معها. طيب أستاذ محمود، خلينا نحكي شوي اليوم أبرز العوامل اللي بتساعدنا لتكوين شخصية الطفل. مثل ما حضرتك قلت، في أهل بتجهل تفسر تصرفات أطفالها. أوقات كمان أنا لما بشوف الطفل هادي زيادة عن اللزوم لازم أسأل، ولما بشوفه كمان يعني خلينا نقول محرك أكثر من حرك شوي كمان لازم أسأل شو العمر اللي أنا لازم أسأل فيه، شو هي العوامل الأساسية أو خليني أقول العوارض الأساسية اللي أنا بشوفها من خلالها بقرر أنا شو بدي ساوي وكيف لازم أتصرف. مثل ما تفضلنا حكيتي كلمة كتير مهمة ونوهنا عنها في البداية. اليوم في بعض الأهالي تفتخر بلك أنا ابني هادي مثل النسمة، ماله صوت كويس. هون هذا الكلام لازم كثير يعمل لهم اشاره استفهام. يعني لما يكون طفل بهذا العمر اللي هو من عمر يوم لعمر 3 سنوات او حتى من عمر 4 لعمر 6 سنوات ويكون هادي، هذا مؤشر لاشارات استفهام كثير كبيره، لانه بهذا العمر الردود الافعال الشائعه لهذا العمر بالنسبه للاطفال هو ابدا ما لازم يكون هادي. وهذا كلام مؤشر كثير خطير، لانه ممكن يكون يعني مؤشر لنوع من انواع الامراض اللي هو، او مثلا ممكن على سبيل المثال توحد، وهذا هذا يعني هذا كلام كثير خطير. يعني بقول لهم لا كثير، يعني في عالم مثل ما بيسموه تفتخر بهذا الموضوع. فرط النشاط الحركي اليوم في له عوامل، في له مؤشرات اللي هو يعني الطفل
بكل الأوقات بكل الظروف بكل الأحوال هو دائما عم يحرق، دائما ما عم تقدر تسيطر عليه، يعني هو نفسه ما عم يقدر يسيطر على انفعالاته. فكذلك الأمر بنرجع للحلقة الأولى واللي هي الأساس، الأهل. اليوم نحن ما فينا نحمل الأطفال، هن الأطفال، ما فينا نحملهم مسؤولية أنه أنت لازم تدير بالك ولازم تنضبط. هاي بتعديل سلوكيات الأطفال، لما نحن بدنا نشتغل على تعديل سلوك الأطفال، ولما نحن بدنا نحط لهم خطة كيف نحن بدنا ننميهم وننمي قدراتهم يعني ونشتغل عليهم. أما أنا اليوم بقول الأهل هن الحلقة الأولى والأساسية بالتعامل مع أطفالهم من البداية، من عمر يوم لا عمر 18، كونه أنه تعريف الطفل هو من عمر يوم لعمر لعمر 18. فبقول في كتير عوامل نحن لازم ننتبه لها، خلينا نقول العوامل الوراثية، العوامل المجتمعية، البيئة، التعليم، الثقافة، كل هاي العوامل بتلعب دور بالتعامل مع الأطفال وببناء شخصية الأطفال. صحيح. اليوم عم نعيش بجيل أو هيك بعصر بيقول لك هذا الجيل سابق عصر. صحيح. يعني عم نشوف ردود فعل بأعمار كتير صغيرة، من نتوقع أنه مثلاً طفل يحكي الحكي اللي عم نسمعه حالياً؟ طبعاً لأنه عم بيشوف قدامه كتير صارت قصص عم بتعلمه، تلفزيون، الكمبيوتر، الموبايل، كل شي حواليه صار عم بيعلمه شي مختلف عن اللي نحن ربينا عليه أو حتى اللي أهلينا ربونا عليه. هذا الشيء بيأثر جداً على تربية الطفل. اليوم عم نسمع مصطلحات التربية الحديثة وما إلى ذلك، برأيك شو اللي ممكن هيك يعتمدوا عليه الأهل حالياً في وجه المحيط الصعب حاليا جدا على الأهل؟ يعني هلا انا يمكن بكل لقاءاتي هون بقول يمكن الأهل بيزعلوا منه، لانه دائما انا بوجه دائما اللوم والعتب والمسؤولية على الأهل. ورح نرجع نكمل هذا الكلام، ولو انه هذا الكلام ممكن يكون بيزعلهم، لانه الاهالي اليوم الاب عم يشتغل شغل وشغلين، والام كذلك الامر عم تشتغل وعم ترجع على البيت الى اخره، ولكن هي مسؤوليتهم المطلقه. نحن بس هذا الجيل مو بس سابق عصره، اليوم كل شيء قدامه متاح، وللاسف الاهل هن تاركينه، وبالعكس هن اللي عم يعطوه الوسيله اللي لازم مثل ما يسموها ينحرف عن اتجاهاته اللي هو الموبايل. ما بدي أقول أكيد التلفزيون له عامل، ولكن جزء كتير كبير من اليوم ما عم يشوف تلفزيون بحكم أوضاع انقطاع الكهرباء، ولكن الموبايل دائما وأبدا موجود بإيدينا. كل أم بتلاقي جزء كتير كبير من الأمهات كرمال تسكت ابنها بتمسك وبتعطيه الموبايل، كرمال ترتاح من نقه أو من طلباته بتمسك وبتعطيه الموبايل. هلا هو غلط بالمطلق ولا لا؟ لازم لا يكون في إرشاد ومتابعة. أنا ما عم أقول إنه غلط، أنا عم أقول فتراته الكبيرة هو طبعا خطأ بالمطلق. يعني أنا اليوم لما في عندي أنا بعض الأطفال عم يقعدوا على الموبايل ساعتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، تمام؟ هذا الكلام بالمطلق خطأ. وخصوصا ممكن يكون كارثي اكثر لما نكون نحن عم نعطيه هذا الموبايل ونحن ما بنعرف على شو عم يتفرج. بالنهايه اليوم نحن هذا الموبايل موجود قدامنا، مثل ما كلياتنا بنعمل، نحن بمجرد ما انه فتحنا على اول فيديو وبلشنا نقلب بيطلع عنا اشكال الوان تكرج تماما. واليوم هاي الموبايلات وهي الريلز خلينا نسميها هي بتشتغل على مصفوفه. يعني انا اليوم اذا بفتح الفيديو، خلينا نقول على سبيل المثال بفتح على فيديو كرة قدم وبصفن فيه لآخره، تلقائيا هاي المصفوفة بتصير بتطلع لي فيديوهات كرة قدم تلقائيا. طبعا تلقائيا ذكاء اصطناعي تلقائيا هي بتصير بتطلع لي انه انا وين وقفت اكثر، وين وقفت اكثر، فانا بتصير بتطلع لي هاي الفيديوهات. فاليوم انا بقول عنصر متابعه الاهل واهتمامهم لكل شيء عم يتفرجوا عليه اطفالهم هو اهم عامل، لازم كثير مهم اعرف اطفالي على شو عم يتفرجوا. اكيد عم نشوف حاليا كمان اليوم بعض الفيديوهات المفيده جدا عن انه انا كيف ممكن اخلي طفلي يعمل نشاطات بقلب البيت يقضي وقت فيها، نفس الوقت بقوي له مهاراته الاستيعابيه والادراكيه، ان كان بتحديد الالوان، تعليم الارقام، كثير من التفاصيل بلعب بسيطه ممكن تغني عن الموبايل. ولكن عم نعاني من مشكلة تانية مثل ما أنت قلت، اليوم للأغلبية الأمهات بتقول لك عندي شيء بدي أشتغله فبدي خليه شوي يتلهى على الموبايل، ماني فاضية أو تعبانة، ماني قدراني أشارك بهذا الموضوع. كمان هاي حالات أوقات
يعني بتكون موجودة حقيقية. يعني هي موجودة وهي موجودة. حقيقية. فشو ممكن تساوي مثلا الأم اللي عندها شغل كتير أو اللي فينا نقول شوي ظروفها المنزلية شوي صعبة، هي مدبرة منزل، كمان ظروف الاقتصادية بتلعب دور اليوم، مو الكل مثلا قادر يجيب حدا يساعده، أو مثلا مو الكل ممكن يكون عنده حدا من أهله يساعده بالأمور المنزلية، شو الخطوات ممكن تساعدهم فيها بهالأمور؟ في عنا خطوتين كتير مهمين، وهدول الخطوتين هن أول خطوة من هاي الخطوات هي بناء شخصية الطفل. يعني إحنا اليوم فينا نستغلها إنه أنا عم أقوي شخصية ابني وعم ابني شخصيته وعم خليه يبلش يتحمل المسؤولية، وبنفس الوقت أنا ما عم يلتهي على الموبايل. اليوم أنا لما الطفل بلش وكله بمجموعة من المهام التي تتناسب مع عمره، فهاي هي نوع من أنواع بناء شخصية الطفل. يعني أنا اليوم أنا بالبيت كويس، فيني خليه يساعدني بترتيب البيت، فيني خليه يبلش يرتب غرفته، فيني خليه يقوم ببعض المهام. هي بأنو عمر فيني يدخلها؟ فيني بلش فيها من عمر 3 سنين. طب تمام؟ اللي أصغر من 3 سنين هدول شو بقدر أتصرف اليوم معهم؟ اليوم اللي أقل من 3 سنين ما في خيار إلا أنك أنت تضل متابع معه. بصراحة نحن بدنا نقعد نقول أنه والله يلا أنا بعطيه الموبايل بيلتهي، مظبوط هو فعلا بيلتهي، ولكن رح تلاقي بعد فترة وجيزة مانا طويلة أبدا رح تلاقي هذا الطفل هو ماسك الموبايل لأنه عم يقعد عليه ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة وخمسة، عم تنادي ما عم بيرد عليك. صحيح، عم تنادي ما عم بيرد عليك. طب إذا حطيت له شيء تعليمي أو شيء ترفيهي اليوم ممكن أخف شوي ضررا. خلينا ننتقل لموضوع الألعاب اللي هو الفقرة الثانية، اللي هو موضوع الألعاب الحركية. اليوم أنا فيني أحط له بزل، فيني أحط له المكعبات، فيني أحط له مجموعة من القصص الشيقة أني أنا أول مرة أقرأ له إياها، ثاني مرة هو يقرأ له إياها، يقرأ لي إياها ثالث مرة هو يقرأها، وبعدين يجي حاكي. في اليوم مجموعة من العوامل في والطرق اللي بتخلينا عن جد أنه نحن هذا الطفل. أنا ما عم أقول لا تعطيه الموبايل، بس أعطيه حتى الموبايل لما بدي أعطيه بدي أعطيه بشروط وبانتظام. بدي أعطيها بشروط أنه أنت لازم تقعد على هذا الموبايل، إلك بهذا الموبايل ربع ساعة. أو أعتبر حالي أنا عم تعامل مع هذا الطفل كأني أنا من عصر تاني ما كان موجود الموبايل تماماً. شو كانت أنا وسيلة عند الناس كتير تربت بأجيال سابقة 100% يعني. ما كان هذا الكلام موجود، هن نفسهم الأهالي تربوا على الموبايل. لا ما تربوا على الموبايل. بالنهاية لازم نحن نتبع مجموعة من الأسس والقواعد المنتظمة. أنا ما عم أقول لا تعطيه موبايل لأنه ما فيكي، عرفتي علي كيف؟ ما فيكي نهائيا، ولكن أنا بقول أنه لا أعطيها بأوقات. اليوم أنت لك الموبايل ربع ساعة، بعدها بدك تقوم على دراستك، ممكن أنه أنا أعطيها كحافز كجائزة فيما لو نفذ مجموعة من المهام المطلوبة منه. فيه يساعدني، فيه يقوم يدرس دراسته، فيه مثلا يركب هاي اللعبة، فيه يقرأ هاي القصة، وجائزتك لك ربع ساعة زيادة مثلا على الموبايل. ما عندك أبدا أي مشكلة، ولكن حتى لما أنا بدي أعطيه الموبايل بدي يكون في حالة من المتابعة والرقابة. وللأمانة هي صعبة أني أنا تابع وراقب شو هو عم يتفرج، لأني مثل ما قلت لك هي مجموعة، هي بمجرد ما أنه فتح فيديو فهو خلص صار في عندك سلسلة. هلأ شفنا بعض الشركات الحديثة بلشت تلجأ لترجع تعمل إنتاج جديد من جيل الموبايلات بأشكال حلوة ملونة ولكن من دون خاصية الإنترنت، يعني ترجع الموبايلات القديمة ولكن بطرق حديثة مخصصة للأطفال. صحيح. هلأ أكيد كل الأهل بعمر معين عم يعطوا أولادهم موبايلات ليتطمنوا عليهم في حال مثلا رجعتهم على الطريق وما إلى ذلك، إنه يتطمنوا، أو اللي عنده أكثر من طفل بيكون مع الأخ الأكبر مثلا هاتف لحتى يتطمن عليه. كمان استخدام هذا النوع من الوسائل ممكن يخفف شوي من الضرر، إنه أنا الموبايل للاتصال فقط، ما يكون فيه تطبيقات انترنت او ما الى ذلك، ونخلي جهاز الانترنت بالبيت محصور اللي هو فيه كنترول من الاهل. هذا اكبر دليل على خطوره الموبايل. لما تكون عم تحكي عن اهم عن كبرى الشركات العملاقه في صناعه رجعت تنتج هذا النوع، رجعت تنتج هذا الموبايل بهاي الخاصيه، هذا اكبر دليل على مدى خطوره عن جد وجود الموبايل بيد الطفل. يعني اليوم في كل شركات العالم في شيء اسمه المسؤولية المجتمعية. صدقا هذا جزء من مسؤوليتهم المجتمعية. ليش؟ لأنه هنا معنيين بحماية الطفل، معنيين بتنشئة الطفل، معنيين بأنه الطفل يكون يتربى ويبنى على ببيئة سليمة وبيئة خالية من أي أخطار أو طوارئ.
فاليوم بتمنى انه عن جد يكون الكل عم يسمع هذا الكلام، لما تكون عن جد كبرى الشركات عم اللي عم تنتج واللي عم تحقق مرابح بالمليارات طبعاً. بالمليارات، كرمال عم تلغي خاصيه من موبايلاتها بس كرمال الاطفال، لانه هو فعلا خطير جدا. وممكن اليوم انت عم تحكي عن شبكه انترنت ما هي مقننه وما هي محكومه، ما في عليها جهه رقابيه. اليوم انت شو ما بدك بتلاقي على الانترنت، أكيد. شو ما بتطلبي بتلاقي. حتى بعض الموبايلات الحديثه كمان عم تنزل هلا تحديث انه انا وقت بمسك الجهاز في شيء ضمن الخصائص اسمه الرقابه الاسريه او وضع الاطفال، وضع المنزل، اللي هو بيعطي سيطره اكثر بان مثلا انه في تطبيقات معينه ما تفتح اذا حاول الطفل وهو معه الموبايل الا بكلمه سر تكون مع الاهل. هي يمكن اجراءات بسيطه انا بقدر اتعامل فيها مع التكنولوجيا لاحكم السيطره عليها. طب خليني احكي عن الشارع. ما زال الشارع الى الان له دور اساسي بتربيه اطفالنا، الشارع، المدرسه، اطفال زملائه وما الى ذلك. اليوم انا كيف بقدر ترجم شوي شو عم بيصير؟ اليوم احيانا ممكن نشوف طفلي متغير لانه رفيقه بالمدرسه هيك، فهو صار بده يقلده. صحيح. كثير اوقات بنسمع عن قصص، والله رجع ابني قال لي بدنا نعمل هيك لانه رفيقه بالمدرسه شافوا عم يعمل هيك. صحيح. كمان شوي هون تدخل الاهل بهذا الموضوع كثير ضروري. لما يعرفوا الاهل لازم يكون يتدخلوا، ولكن كيف ممكن يعرفوا؟ هي النقطه الاساسيه، الحوار. تمام. اليوم لازم ينبنى بين الاهل والاطفال بناء الثقه. اليوم الاسره هي الدائره الاولى للطفل. كيف انا بدي خلي طفلي يجي يحكي لي كل شيء عنده؟ اولا بناء ثقه بين الطفل وبين الأهل، وخصوصا الأب والأم. لما أنا أعطيه الأمان وأعطيه الثقة الكاملة وأعطيه الحماية أنه أنا أنت فيك تحكي شو ما بدك، فبالنهاية أي تفصيل رح يجي يحكي لي. ثقافة الحوار، اليوم ثقافة الحوار تبدأ مع الطفل من عمر سنة. يعني عرفتي علي كيف؟ اليوم اني انا بلش اعلم اني انا اخذ واعطي مع طفلي من اول ما بلش يحكي. تمام. انت عم تبني مستقبل ابنك. طبعا. صدقا اليوم ثقافه حوار واضحه وجميله شفافه بين الـ بين الـ بين الاهل، بين الطفل والابوين، رح تعطيه ثقه بنفسه، رح تعطيه المجال. اليوم الطفل بده يسال اي تفصيل كل عمر، مثل ما حكينا ببدايه الحوار انه نحن اليوم في عندنا اربع مراحل عمريه للطفل، من 1 لـ 3، من 4 لـ 6، من 7 لـ 12، ومن 13 لـ 18. كل مرحله من هي المراحل في لها تطور ادراكي، وبالنهايه هذا الطفل ممكن يعني هو عم يتعلم من برا، عم يتعلم من الشارع، عم يتعلم من الاقران زملاء بالمدرسه، عم يتعلم من القرايب واولاد العم اللي عم يلتقي فيهم، اولاد الخال وصرة القرابه الموجوده، كل حدا عم يشوف عم يسمع منه شيء وعم يتعلم منه شيء. لازم يكون في ثقة متبادلة بين الطفل وبين الأهل اللي يجي يحكي لهم. تمام. وهذا نوع أولا من أنواع كمان حتى بناء الشخصية. لما يجي يحكي لي، مصدر أمانه ومصدر الثقة تبعه هو الأهل. تمام. فلازم حتى المعلومة اللي أنا أعطيها أو أنا رد عليه على سؤاله، أنا اليوم أنا شفت فلان عمل هيك، اليوم أنا كان معي بالمدرسة عمل هيك، شو هذا صح ولا هذا غلط؟ حتى هون لازم تكون الإجابة صحيحة، لأنه أنتوا مصدر الثقة والأمان الأول، خط الدفاع الأول بالنسبة لهذا الطفل. أي معلومة خاطئة أو على سبيل المثال ردة فعل ما أنا بمكانها، مين هذا الولد؟ أوعك تحكي معه، إذا بدي أشوفك عم تحكي معه بدي أعمل. صحيح. بدي أسوي للأسف هو ما بقى يحكي لك. حتى لو غلط اليوم، هو مثلا هو غلط تأخر عن المدرسة، راح لمكان ما لازم يروح عليه من دون ما يخبر، أي قصة كانت ردة الفعل بهي الطريقة هو ما بقى يحكي لك، لأنه بالنهاية عم يستكشف. أولا عم يستكشف، ثانيا ممكن يكون كونه إذا كان في عمر بعمر المراهقة، فهنا ممكن يكون نوع من أنواع اللي هو أنه يعني دفشوه، أنه معه إيه أنت 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 ما بتقدر تروح لأنه أهلك ما بيخلوك، بس أهلي بيخلوني. هذا نوع من أنواع ردود الأفعال ممكن يكون عند الطفل، أنه لا كمان أهلي بيخلوني وبروح معاكم. تمام. فاليوم نحن ما فينا ننسى دور تأثير البيئة المحيطة حواليه وتأثير الأقران اللي هن زملائه بالمدرسة أو زملائه بالحارة أو من الأقارب، لا يجروا لأي مكان خاطئ.
فنحن لازم يكون في ثقة مطلقة بين الطفل وأهله ليجي يحكي لي كل شيء، لضل أنا في نوع من أنواع المتابعة والمراقبة على طفلي، شو عم يتصرف، كيف لازم تابع. أنا ممكن يكون في عندي نظرة من بعيد حتى أني أنا ما استعجل الحكم، بس أنا صار في عندي ملاحظة أنه فلان فلاني هو اللي كان معه وهنا نعملوا هاي القصة. أنا بقول له أنه والله مثلا هاي القصة كان المفروض تخبرنا قبل، أو كان المفروض ما تروح، أو يعني ما أنا صحيحة بالمطلق، بس أنت كان لازم تدير بالك أكثر. بس أنا خلص من بعيد صار في عندي ملاحظة أنه رفيقه فلان، يعني أنا بخلي هذا الموضوع لازم أراقب أكثر، تمام؟ أكيد. ردود الأفعال الغاضبة بالنسبة للأهل غالبا هي تفقد الثقة بين الطفل وبين الأهل. أكيد، معلومات جدا مهمة مثل عادة أستاذ محمود، شكرا لوجودك معنا. وبدي نوه كمان قبل ما نختم، بدي أقول لك يعطيك العافية، أنا بعرف أن أنتم حاليا عم تعملوا استجابة أيضا لأهلينا المتواجدين من لبنان، صح، وأيضا العائدين من سوريا على المعابر ومراكز طبعا الإيواء اللي موجودين فيها، يعطيكم العافية. وإن شاء الله هيك كمان هذا دور جدا مهم. كنا قبل شوي مع الأستاذة سلام عم نحكي عن موضوع الدعم النفسي للأشخاص بالصدمات، هذا جزء أنتوا عم تعملوه. كمان بدي أشكركم عليه وعلى كل الشباب السوري وأيضا المؤسسات والمجتمعات والمنظمات غير الحكومية والحكومية اللي عم تشتغل بهذا الظرف الصعب مع أهلينا الموجودين والقادمين من لبنان. شكرا لكم، إن شاء الله يكون نحن مع من قصر. وهلأ طالع كمان هلأ قبل المقابلة، والله أنا كنت في منطقة حران العواميد وهلأ مخلصين وطالعين كمان. كيف الوضع بشكل عام؟ يعني إن شاء الله نكون نحن عم نقدم الصح لأهالينا، أهالينا اللي هن أهالينا السوريين، نحن ما فينا هذا أقل الواجب. أكيد. وكمان أشقائنا اللبنانيين اللي هن أشقائنا كانوا وما زالوا وسيبقوا، إن شاء الله رح نقوم بالواجب أكثر. الله يحميهم ويحمي بلدنا الثاني لبنان، وإن شاء الله يا رب بترجع مثل ما كانت وأحلى مثل ما نحن. أكيد بعرفها. شكرا لك أستاذ محمود، شكرا. مرة تانية لكل الفرق يلي عم تشتغل، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. الشكر موصول لكم مشاهدينا. لهون بكون خلصت حلقتنا لليوم. طبعا حاول فريق الاعداد زميلي هزار عبود من خلال الضيوف الاختصاصيين اللي معنا انه نحن نواكب ايضا على الحاله المجتمعيه والصحه النفسيه وحتى الثقافيه، الظروف الصعبه يلي عم بتمر فيها بلدنا. نتمنى الخير والصحه للجميع اكيد، والامن والامان لبلدنا يلي نحن طبعا خلال 13 سنه شفنا كثير من ويلات الحرب الارهابيه، وما زلنا الآن عم نشوف إن كان الحرب الاقتصادية وحاليا أيضا الحرب يلي عم تمارس علينا بالاعتداءات المستمرة الصهيونية. يا رب الأمن والأمان يعم، ودائما تحية لأرواح الشهداء السوريين المدنيين وأيضا من كل عناصر الجيش وحتى الشرطة وغيرها. بدنا نقول يا رب هاي الظروف الصعبة تمر على خير قدر المستطاع. ما تعودنا أكيد، ما في إنسان بيتعود على الألم وعلى الحزن وعلى الظروف الصعبة، ولكن عم نحاول نتأقلم، الإنسان ابن بيئته، عم نحاول نتأقلم مع هاي الظروف اللي عم نعيش فيها. أكيد رح تبقى قلوبنا دائما مفتوحة لكل إنسان محتاج من أي مكان كان، هذا الشيء ما رح يتغير لأنه هذا بفطرتنا نحن السوريين. ونحن اليوم نهاية الأسبوع، هذا الأسبوع كان شاق وصعب، الرحمة لشهدائنا أكيد يلي كانوا من يومين بالمزة وبغير مكان. لا تنسوا تضلوا عينكم على الإخبارية لمتابعة آخر التفاصيل والمستجدات على الساحة السياسية ضمن تغطياتنا المستمرة. ضلوا بألف خير، باي باي.